السلام عليكم إخوان أصدقاء، مرحبا بكم في لي كانتي ديال اليوم الخميس على الباري لون شور بروميير بروف بروميير كورس دي بار مع الواحدة إلا 10 دقائق، كلاس 2 هانديكاب ديفيزي ريفيرونس بليس 17 حتى بليس 20، كوردا دروا وغدا موين بيست 2800 6 باردون كازون. البري ديالها خوت 55,000 أورو، 2800. على كل حال اخوتي، كاين ستيفان باسكير، فابريس شابيت، عندهم ميستر نينو، هونغر عنده 5، وكاين الباغاتان اوليفي بيلي، ستيفان واطيل هاد العود 60.5 كيلو، ستيفان واطيل عنده دي كانتيات ديالو عنده، ولكن موقف في لا كومبيتيسيون من شهر 5، موقف لا كومبيتيسيون. كاين رقم 3 ميكايل بارزالونا، الخيول ديال بولان، ديدي بولان، برودوم، ميكايل بارزالونا الشام السباد 56.5، عنده لاكورد 11 هونغر ديال 6 سنين. تيب تاخوتي شمس سباد مور اكس، اللي عنده شمس سباد اخوتي يديرو مور اكس. جالدان رقم 4 تيو باشيلوت، ستيفان واطيل، هاد العود هذا عود يقدر يبان الخوت لانه غادي يمشي فافوري. جالدان يعني كاين الدروات ديال اللي يشوفو فافوري، غيمشي فافوري، يقدر يبلاصي يقدر. بالنسبة لرقم 5 بورت دوفيل ايدي هاردوين، البوا ديالو 58 كيلو، هاد العود بيناليزي مشى ب 54 عطاو 58، و الدلاكان ديالو في الدوفيل في لا ديستونس ديال 2500. كاين خوت كريستوف سوميو، هاد بارجيان برينس، خيول ديال سيدريك روسي، راكورد 16 هونغر 4 57.5 في البوا. كريستوف سوميو خلى الرقم 9 نيون، المادموزيل فيلون هي اللي كتعرف لهاد العود رقم 9، هو مشى للرقم 6. يقدروا يبلاصيو بجوج. كاين سبيد اوف موتيفاتر، الخيول ديال الكسندر فراكاس، هاد العود بيناليزي جوج دو فوا، الدلاكان ديالو وعاود الدلاكان ديالو في الكلير فونتين في 2900 بيناليز هاد العود. وكاين سوهو كريم ديميرو، حتى هو شوفال دو كاتي، دار دوزيام بلاص في الدوفيل وقيلا تنظن مع الرقم 5. ليتي ستورم اليكس روسيل، الخيول ديال ادوارد مونفور، هاد العود هذا خوتي 55 كيلو، هونغر ديال 7 سنوات، عنده 6 ديال لي كانتيات، 4 ديال لابلاس وجوج، عنده تروازيام، 5 ايام في الكانتي هادو، وجوج كنخسر فيهم قيلا 7 ايام و 8 ايام. كاين اخوتي لي تروازو، الهابي كريسنا، خيول ديال كريستوف بليسون، عند العود دي ليسي 53.5. وكاين اكيو، هاد العود عاد جرى مؤخرا على المرة 14 اوتسايدر في الجران بيس ديال لونشو في لا ديستونس 2200. هاد العود هذا يقدر يبان. لي شوفو ديال تروازو اخوتي، اللي عنده شي عود ديال لي تروازو، كاين رقم 11 ورقم 13 ورقم 14. 14 عود الماني مشى اخر كورس في الكانتي دار نو بلاسي، ما كنتوقعهمش اخوتي، واللي عنده خوتي 13 او 14 او 11 الخيول ديال لي تروازو، والكنز عفوا الكنز غيمشي فافوري. ريغيلي هاد العود دوزيام، ودار نو بلاسي في الهونديكاب كانتي، ومشى للبريات شويه هابطين، دار تروازيام ودار كانيو في لاكونديسيون. اخر عود هو هاد العود هذا ارغيغون، اورليان لوميتر، خيول ديال فابريس فيرمايلن، عود شوفال في الاعتقاد ديالي يقدر يضرب دون لي 3 برومي 6، عاود دار لي سيد، دار الجروب 3 كيما غادي ندخلو ونشوفوه. عاود 5 دوزيام 6، مشى معاهم في الدوزيام بروف، ودار دار 5 دوزيام بروف ديال لونشو 2250 في المويان بيس، وكان دار 5، وكان على شويه كان يربح هاد العود، وعندو دي كانتيات نو بلاسي 6 بلاس في 5 لود، ولكن لونشو ديالو
عنده 80 ألف أورو و55 ألف أورو. 55 ألف أورو هي ليستيد، واخا يدير نو بلاصي تيبقى عاود ديال ليستيد الريس. اتونسيون من رقم واخا دار سانكيام مع خمسة الخايب، عاود ان فوا كيمشي ليستيد الا وراه عاود كلاس، عاود ممكن يباغتهم تقريبا. هنا مشى مع الخيول ديال غودولفين والخيول ديال اغاخان، هو تقريبا دار سانكيام، ماشي بعيد يعني، كانوا مجموعين كما كتشوفوا مش على النمره خمسه، وقيل على ما اظن على النمره خمسه كان دار سانكيام. الا مشينا لهذا العود اللي دار دوزيام غنلقاهم مشى شي بريسك، الا مشينا للعود اللي دار كانيو غادي نلقاهم مشى البريسك كبار بزاف، 350 ألف أورو. كانيو في لونسو مشى للانجليز دار 6 ايام، يعني كاتيجوري كتكون عاليه بزاف. ولا مشينا اللي دار دوزيام باتل اوف طوغو، خيول ديال غودولفين، دوزيام كانيو، دوزيام كانيو، هاد العود كذلك حتى هو عود بقى في الليستيد ومشى للانجليز كما كتشوفوا، بقى في الليستيد هاد العود. على كل حال الخوت ما نطولش عليكم هاد لا فيديو، هذا الكانتي ديال اليوم الغد. ناخذ الان مستر نينو خويا ديال فابريس شابيت 62 كيلو تيمشي بيها، هاد البوار كيمشي بيه وكيبان. بالنسبه لرقم جوج غادي نريسكي وغنحيد رقم جوج باغاتا على ود لا رونتري ديالو. الى لقيتو لاباز زيدو دوه. الطروه كذلك تبقى عندي النسبه ديالو باش يبان بعيده شويه. غالدان عاود ممكن هاد الكات هذا الخمسه تيبان ليا ربما يقدر يخسر، ربما لانه جا خسر وعطاو مشى لدوفيل ودار كانيو. بالنسبه لبارجيان برانس كريستوف سوميو عاود في المستوى العود، ولكن لاكور ديالو ما غاديش تساعدو 100%، ولكن بما ان لا ديستونس طويله 2800 علاش لا، يقدر ياخذ بلاصه من لي 5 برومي. رقم 7 خيول ديال الكسندر فراكاس غادي نستبعدو لود البيناليزاسيون، هاد سبيد اوت اوف موتيفايتر غادي نستبعدو. غادي ناخذ رقم 9 والرقم 8 سوهو، وناخد رقم 9. 9 هو عاود في المستوى، مشى فافوري في لونس افي كريستوف سوميو، وكان دار نو بلاسي ورجعت عليه هاد مادموزيل ماغي فيلون خويو ديال جون بيويني. غتكون حاضره ان شاء الله. وكاين لينا ليتي ستورم 10 خويو ديال ادوارد مونتفور غادي نزيدوها، وغيبقاو لينا 16 اخر عود هو 16، ولا سوربريز ربما يدوبل لا سوربريز ديالو رقم 12 خيول ديال ماتيو بوتان مادموزيل غالو. هادو هما الخيول اللي عندي، غادي نحاولو نحسبوهم الان هو الكات والسيس والويت والناف والديس، واخر عود هو 16 ولا سوربريز هو 12. كما كان عرفنا انه دار كاتريام في اخر كانتي مؤخرا، وقيل في 24 في الشهر، في 24 في الشهر اولا في 24 في الشهر، لونسو ديال 5 ديس برايت اوف فاير كان ضرب كانيو، وكان سام العود اللي كان خاصنا، سام هو اللي كان، هو كان دار كاتريام ب 36، والعود سام هو اللي ما كناش لعبنا، كان عندنا هاد الكاتورز، وكان كنا تقنا في كين كوبرا الاوتسايدر، كين كوبرا كان دار 9 ايام، وكان جو تو ذا ويند جو وايت ذا ويند هاد دار 7 ايام خيول ديال جون بير جوفان. المهم النايت دانس مان كان دار نو بلاصي عندنا بلا 16. على كل حال ديال البرونو هادي هي لاريفي اللي كانت ضربت مؤخرا، غالبا الناس غيتذكروا هاد لاريفي ديال 5 دي 6 وجا 14 كاتريام، وجا 1 فيلاغو 5 بلاس، وجا كين كوفرا 6 بلاس، وجا رقم 9 جو واي دو ويند 7 بلاس. على كل حال الخوت تنضم الاوتسايدر اللي تيبان ليا اقرب للواقع هو الرقم 16 اوليان لوميتر خيول ديال فابريس فيرمايلن. عاود مشى معاهم، مشى في دوزيام بروف، غالبا غادي يهربوا منه الناس. مشى في لونس شوف لا كونديسيون ديال سيزيام بلاس، ولكن عنده واحد
عنده في يدو هذا العود على ود 52 كيلو، يعني هبط بزاف في لافالور، عنده 32 في لافالور او اقل من 32 على ما اظن. غادي نشوفوا لافالور ديالو، لافالور 32 دار بها سيزيام، دار بها سيزيام تنضم افي كريستوف سوميون فافوري. دابا عطاو 52 كيلو ومشى في الجرون بيست، دابا غدا مويان بيست اسبقية الخيول اللي غتخرج في لاكور صغيرة. هنا كان شونجمون كان تغلب على اكيو الرقم 12 كما كتشوفوا، اكيو كاتريان بلاس والسيس دوزيام. ربما داك اكيو رقم 12 ربما يخسر غدا، وكان مشى فافوري عليه ومشى ب 60 كيلو افيك ماكسيم جيو. تنظن ان 16 هو في الاعتقاد ديالي هو عود ديال لي 3 بريمي، و شوف شي عوده الخوت. هنا كان دار 5 مع يوري مين ديزابال بتدو 50 كيلو، وكان على شويه كان يدخل في دون لي 3 بريمي. تنظن هو اللي لابس الابيض، يعني كان جاي رايب عليهم وكان بلاصي. ما عرفتش كيفاش هاد العود دار 5 كان جاي، كان يقدر يدير حتى دوزيام على نمره جوج. المهم عاود غيكون حاضر ان شاء الله. جري مع بوغدين عاود ديال الكانتيات كان ربح كانيو، وكان هو على شويه كان يبلاصي من تروا بروبي. كنظن هاد لاكورس هادي دوزيام بروف غادي نرشحو بقوة هاد العاود، غادي نرشحو بقوة. وغادي نشوف لا فالور ديالو حاليا، السايز عنده لا فالور 32، لا فالور 32 يعني اضعف لافالور كاينه عند السايز. تنظن عود ديال الجيم ديال العود وديال التيرسي في الاعتقاد ديالي. غالبا الناس نشوفوا فين حاطين السايز الاخوان. لو سايز اوتسايدر حدا الدوز، كاين الخمسه اللي ربحهم بيناليزي، وكاين ثلاثه، وكاين سبيد اوف الموتيفاتور، وكاين 10، وكاين 14 عود 3 سنين، وكاين 12 اكيو، وكاين الرقم 16. تنظن ان السايس غيكون دون لي 3 بلومي الاخوان. غادي نشوفوا هادو الصحافه كما كنقول لهم انا صحافه العار، هادو والله ما يحطوا السايس بصفه نهائيه، حتى يحطوا غير لي فافوري. هادو صحافه عالميه، ما تحطوش لي توكار. الا حطوا توكار تحطوا خطره واحده 4 2 8 6 1 3 9 7 ناف ان دو كات ويت سيس تريس كانز. كيدوخو بنادم لي تروازو، كيدوخو بنادم لي تروازو تريس كانز، كات سيس ويت ان تروا ديس كانز سات سات بيناليزاسيون خدامي كي ان كات دو سيس ويت سيس تريس ناف ان ويت كات دو سيس تريس ناف سات. هذا جون جيرار ويت كات سينك ديس سيس سيس 6-12-1. عقلوا اخوتي على هاد البرونوستيك، عقلوا على هاد البرونوستيك الاخوان، اتونسيون هاد البرونوستيك. تبقى فقط خاصهم عود واحد هو الرقم 9، هو الرقم 9. على كل حال هنا السايز عطاو، غادي نشوفو السايز فين عاطينو. السايز 9 بوان وعطينو في الاوتسايدر. ولا مشينا الخوت، الى مشينا الزيرو بوان طروة الشمس بات عطينو 3 0 بوان، الانز 0 بوان، الكاتورز 0 بوان، والسايز 0 بوان. في الاعتقاد ديالي الخوت يكون السايز كاع القمارة غيشوفو الشمس بات غيمشيو ليه، حق الشمس عباد عاود معروف. الأونز ديليسي، الكاتورز عندو تروازو عاود ألماني، والسايز هو اللي بقى تما عندو زيرو بوان. هنا تريز تروازو ناف 32 نقطة، والسبعة 12، والخمسطاش 12، والخمسة 9، والعشرة 8. المهم أخوتي نتوما ركزوا على لي توكار، وإن شاء الله تكون مربوحة. ما كاينش فيها الباسي. سوهو دوزيام بلاس، هادي دوفيل، هادي سوهو كان دار دوزيام، والكاب دار تروازيام، والشمس بات كان دار بلاسي.
على كل حال هذه هي الكورسة ديال اليوم الغد ديال البرونوستيك. تحياتي لكم الخوت، وميعادنا مع اللايف، ويكون خير الإخوان.